تحاول انه تحقق انجازات صحيحه، وربما راح مؤخرا تشعر ان انت في الصداره وانت اليوم من المواليد المحظوظه هذه السنه، رغم بعض الطوالع اللي تحدثنا عنها قبل ذاك الاسبوع بعرقلة بعض التفاصيل. العاطفة اليوم يطرأ عليك ما يعزز أوضاع الشريك أو يجعلك تستفيد من ظروف عامة مناسبة بغير ترسيخ أسس العلاقة بيناتكم. طبعا الصحة لا تكثر من المشروبات الغازية، وأيضا مسألة المياه اللي مؤخرا بديت أيضا ربما تأخذها بكميات كبيرة على أساس الرجيم، لكن مسألة الجو الحار اليوم والمسبح المنزلي هذا أيضا تنتبه إلها من مسألة التيفو. مولود الجوزاء اليوم راح أنصح لك بأنه تكون الأعمال طبعا الصعبة اللي بديت بها راح تتأجل، لكن مسألة تأجيلها راح يضيف كثير من يمكن المتعلقات اللي ربما راح أيضا تثقل وضعك، وربما أنت تحاول أنه ترجع مرة ثانية إلى خطط ربما تكون بديلة. موضوع اليوم الصحة يعني راح يحدد أمرك، كثير من المواضيع اللي انت تعتقد هي صحيحه ولكن بعد وقت عليها وبعد وقت انه تفكر بهذه الطريقه. طبعا الحيويه الكبيره والعزيمه اللي واضحه معك من بعض الابراج اللي تدعمك دائما وانت في الصداره. موضوع السرطان اليوم راح تدفعك التسرعات نحو المجهول، راح تمالك نفسك وراح ربما تتعرض لاستقرار، هذا الاستقرار اللي ربما انت كنت دائما تبحث عنه في طبعا الموضوع المهني وايضا حتى المسائل الشخصيه. العاطفه اليوم مساله العاطفه يعني أنت اعتقادك بالأصحاب والعلاقات الخارجية وربما حتى العلاقة مع الشريك ربما كانت سطحية مؤخرا، حاول أنه تنتبه لها وحاول أنه تكون أكثر رصانة. بالنسبة لي مسألة الصحة التمارين الرياضية خير موضوع أنا عرجت عليها لي أكثر من مرة وذكرت لكم إياها، أنه بعض المواليد ننصحها أنه تكون على قدر جدا كبير من الرياضة والاهتمام بهذا الموضوع، والعاطفة على أحسن ما يكون لأنك بديت تشعر كيف تتعامل مع الأحبة والأصدقاء وخصوصا أيضا الحبيب. إذن بدينا وياكم مشاهدينا الكرام بفقرة اتصالاتكم اللي بلشت معانا. معي أول اتصال هاتفي. ألو ألو. نعم مي. ألو مرحبا، كيفك يا مي؟ كيفك يا صفاء؟ الحمد لله. نعم والله ما يساعد. اسبوعين اسبوع خابر اتصل بس انقطع الاتصال ما اعرف ليش. خير ان شاء الله. تمام. نعم. لا اتصالاتنا كثيره. نعم يا صفاء. نعم يا ميس. ما انت اخر مره قلتي راح يصير في مع رياض بعد 3 شهور وراح يخابرك؟ اي. من هذاك اليوم قلتك وهو قال لا انت فهماني غلط، انا ما خابرتك حتى اتزوجك او تصير علاقه بيننا. و ايه قال انا اروح بعد ما اخابرك، قال اذا تزوجي روحي اتزوج. يعني خبرك ليش لعد؟ ها؟ ليش اتصل بيك؟ هو خابر قال اذا بدي اشوفك عادي. يعني هو بس بدي اشوفك؟ ايه قال بس بدي اشوفك مره وعادي، ومن هذاك اليوم ما خابرني. طيب تمام. يعني احنا صفا حكينا عن هذا الموضوع، حكينا عن بعض التفاصيل اللي ممكن انه الابراج تصبرين عليها حتى ممكن انه تصلح هذه الحاله. هو عاود الاتصال بيك وهذا الشيء انت ذكرتي، نتمنى انه بعد شويه صبر حتى. نعم اي بس ما انت قلتي خابرني مره او يرجع لي، انت قلتي راح يرجع لي. طبعا ان شاء الله راح يعني يرجع. معلش تصبرين، معلش تصبرين لنا شويه يا صفا حاله نعم الحالة. يعني بدي تشوفيني، يعني هاي المشكلة انت قلتي راح يصير مشكلة بي والكل راح يتخلى عني، يعني صايرة هاي المشكلة ولا بدت؟ راح تبدي ان شاء الله، راح تبدي، راح تبدي هاي يعني القضية لسه؟ راح تبدي هاي القضية، لسه اصبري عليها شوية. يعني اذا تشوفيني برجي مرة ثانية. لا شوفي احنا طالما حكينا عن الموضوع انا شخصت لك هاي الحاله، قلت لك انه بعد فتره من الزمن راح تتغير الطوالع لان احنا نقرا خارطه كبيره والخارطه بها مؤشرات والمؤشرات جدا واضحه، راح تكون معاش تفاصيل ربما راح تعيد بعض الابراج ومنكم. انا يعني حكيت عن حاله خلاف، الخلاف حصل بيناتكم، حكيت لك انه راح يكون ان شاء الله بعد مساله صلح واتصل بيك هذا الموضوع، تمام لو لا؟ بعد الان انا اتمنى انه تصبرين معنا شويه حتى تعرفين الحاله القادمه شو راح تكون، انا اتمنى من عندك اطلاقا ما تتصلين، لا تحاولين تسوين اي اتصال وياه. يعني ما اخابر هو؟ لا ابدا ما تتصلين اي حاله ويا الاتصال الموجود وياه الان ممنوع. أنا أنتظر من عندك بس تتركين هاي الفترة، هاي الفترة إذا اتصلتي ما فيها أي فائدة. نعم. لأن هي الأبراج الآن. نعم.
لتمر بحالة بحالة جدا واضحة. نعم. إذا هو قال روح يتزوج يعني بعد والله ما عندي أمل. ما راح يروح يتزوج. أنا شو حكيت لك؟ أنا شو حكيت لك؟ ما راح يتزوج. لا هو قال أنا روح يتزوجي بعد ما أريد. يعني نعم. هو طب ليش اتصل فيكي إذا هو كان ناوي إنه يتزوج؟ إيه يحبني أنا أعرف يعني أكيد. ما أنا خبرتك هو يحبك يا بنت. بس يعني إذا أنت قلتي واحدة مسوية سحر، إذا أكو سحر كيف راح يرتاح؟ هذا شوفي، هاي مواضيع الأعمال اللي نحن نحكي عليها، هاي الأعمال لها وقت وتنتهي. يعني ما تبقى طويل معاها. لها وقت وتنتهي. يعني هسا هو عنده بنات يحبوه؟ لا ما في بنات يحبوا، لكن هذا الشخص يعني يبحث عن مسألة الكرامة وعودة الكرامة، وهو لأنه كرامته انجرحت ورد يحاول أن يرجع العلاقة معك حتى يبقى هو مسيطر بأنه هو الرجل وهو اللي يفرض عليك شوف هاي التفاصيل. أنت ما عليك يعني يا صفا 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 أنت ما عليك سوى أنه تعطينا شوية الصبر. خلاص ما يعني لا تخلينا نناقش أكثر بعد، الموضوع محتاج منك شوية صبر، نعطينا صبر شوية. يعني رح يرجع؟ شو؟ أنا قلت يعني رح يرجع؟ والله يرجع. أنا شو خبرتك مرة؟ مو اتصل فيك وقال لك أنا خلص نهيت علاقة ما بدي بعد أحكي معاكي؟ تتذكري؟ نعم. شو خبرتك يعني مو قلت لك إنه رح يتصل معاودة الاتصال بيش مرة ثانية وقال ما أعرف إيش وإيش؟ تمام؟ إيه تمام؟ نعم. إي خلص إحنا بس ننتظر شوية يا حبيبتي. إن شاء الله الأمور بأحسن ما يكون، فقط خلي تنتهي هاي الشهور اللي بيها كثير من خربطة على مستوى العالم، خربطت العالم هذا الشهر، ولسه لسه لسه بعض الطوالع والابراج على خصام، يعني حتى الاحباب والاصحاب بدوا يختلفون على شيء كلش بسيط، وهذا هو الموضوع. بعض الطوالع اللي احنا اشرنا لك عليها، اصلا هو كل زين انه بنتصل بيك وعاود الاتصال، لانه بعدها الامور مخربطه، تمام هذا مؤشر جيد. خلص يا صفاء، لسه معايا يعني اتصالات هاتفيه اخرى، خليكي تصبرين معانا شويه. بدنا منك شوية صبر وتعودين الاتصال بنا لاحقا حتى تخبرينا شنو اللي صار معك. شكرا. شكرا لك يا صفا يا عزيزتي. نعم في اتصال هاتفي اخر. الو السلام عليكم. الو مرحبا. شلونك اسمك؟ يا حبيبتي يا غالية. شلون صحتك؟ يخليك يا طيبة. اعطيك مواليد عمو وخالتي؟ اي اكيد. هم اثنيناتهم شهر السادس ودي واحد. طيب. يلا. ايوه يا يلا انطيني الميلاد. شهر السابع عميدي واحد. منو؟ عمي شهر السابع. شهر السابع؟ دي واحد. اي واحد سبعة يعني؟ اي وخالتي هم واحد سبعة. تمام. اوكي. السرطان، شو هو اسم عمك؟ عمي اسمه يحيى. يحيى؟ نعم. اي. ايش قد عمره؟ مواليد. نعم. ايش قد العمر حبيبتي؟ ايش قد العمر؟ ها العمر؟ اي. ايش قد عمرك؟ 63 سنة. 63؟ اي. تمام، شنو هي ساعة الولادة؟ ساعة الولادة شنو؟ ساعة الولادة والله ما نعرفها، هي تحكي لي عليها عامة. زين. يلا عن شنو راح تسألينا؟ عن صحته. فقط الصحة؟ اي صحة مالته شوية مو تمام. زين. يلا. انتم من أي محافظة؟ لا. من أي محافظة حبيبتي؟ احنا من ديالة. يا مرحبا بأهالي ديالة. ماشي. اوكي. هو أستاذ يحيى، حبيبتي أنا راح أحكي عن تفاصيله. إذا هذا الموضوع يناسبه يا ريت تأكدي لي بنعم. حتى اكمل. نعم تفاصيل. نعم ويانا. نعم تمام. نعم تمام. شوفي اللي طالع معايا نعم. يعني فوق المتوسط هو. نعم شويه نحيف اسمراني. نعم نعم تمام. نعم صاحب خشم. نعم. حلو صحيح. تمام. نعم وياك. هذا يعني قبل فتره هيك في ايام شبابه كان متعرض لحادث معين. حادث؟ اي يعني حادث سير او شو؟ يعني هو اللي طالع حادث لانه مو واضح معاي هواي اكو خلافات داير مداير البرج. لا تسمعي شو عنده بس هو قبل يعني ست سنين سوى عمليه. يعني هو يطلع حادث كان اكو شيء عنده يعني. اي عمليه. تمام تمام عمليه.
مسوى حادث ما سيارة متغير من خاصي يما قاعدة. صحيح؟ نعم صحيح حكي جدا. تمام. شوفي يا حبيبتي، يعني نعم. أني أولا هسه هو ديعاني من مسألة كلش متعبته، دا أشوفه نايم هذا الرجال. صحيح صحيح نايم، دينام هواية نعم. هذا صحيح. زين يعني يعيد عمليه او اكو شيء بهذا الخصوص؟ دا يراجع دكتور واكو تقارير وفحوصات الان دا اشوف؟ نعم. تمام؟ صحيح. تمام؟ هاي دا تطلع له في منطقه البطن والظهر، هاي الاشياء اللي نعم. دا ياشر عليها برجه في منطقه عنده البطن. عنده الام. ها عيني؟ نعم عنده الام. صحيح؟ صحيح. زين، عدتوا له التفاصيل، عدتوا له التحاليل مرتين؟ لو مره والله هو عنده موعد من دكتور ما عدت له. شلون؟ هو عنده موعد يم دكتوره وتعرفين صار وهاي متى ما راح. اها طيب مالله. يعني هسه انا اللي بادي وياي واللي طالع يعني عنده تعبان كلش في منطقه البطن وتضرب على منطقه الظهر اكثر شيء. ستميت يقول عم انا كل ما اروح اسوي تحاليل يعني اسوي عنده الم بطنه وظهري؟ هسه انا دا يطلع لي اشر عنده الحاله في منطقه البطن على منطقه الظهر. نعم. تمام؟ نعم هو يقول كل ما اروح اعيد تحاليل. طيب شنو كانت النتائج؟ شنو قالوا له على النتائج؟ والله انا قالوا له عندك توفان الرقبه ينبسه. طيب. والنوبه سواها مدعسه في الحاله عنده. شوفي اكو شيء كانه تشحم يعني في داير مداير الكبد. مساله الكبد تشحم عند الكبد. اكو شيء من زين اكو بقع على ايديه على كف ايده هنا؟ بقع مثل النمش؟ اكو بقع مثل النمش على كف ايده طالعه؟ لا ما عنده؟ لا ما عنده؟ لا لا تمام حبيبتي. بما لا. انه احنا حكينا عن مولود السرطان. نعم. والسرطان طبعا هو الطالع مالته مائي، والمائي للرطوبه. والرطوبه تولد لا. كثير من الالام وخصوصا مساله يعني الجسم وايضا يعني عمود الفقري يعني اساسا. دا اشوفه نعم. دا يتعب وهاي الالام كلش نتيجه الفقرات اللي مأدي تواضح معاه ثلاث فقرات صحيح. الان هم كانوا شاكين باثنين لكن هم ثلاثه الان. ها تمام؟ قالوا له اثنين لو ثلاثه؟ نعم. اثنين قالوا له اثنين؟ اي لا هن ثلاثه اصلا ثلاثه هاي يعني الموجودات. نعم. و يعني مساله التبديل او مساله تعديل او شيء هاي الفتره ما تصلح له يا حبيبتي، اني انتظر من عندك تنتظرون شويه فتره بس تنتهي هاي الاوضاع اللي احنا دنمر بيها، اغلب العمليات او اغلب تبديل الفقرات او تبديل يعني كل العمليات الان هي شويه بيها شيء من الخطوره، يعني اني اتمنى انه بس يتعدى هاي اللي كم شهر بعدها ان شاء الله اذا كنتوا حابين انه تبدون باي شيء يا ريت، الان ابدا ما انصحكم بالحركه نحو اي تفاصيل، ممكن يتشيك ممكن يشوف شنو المواضيع لكن انه يتريث الان، خلي شويه ينتظر. زين هو الام عنده قويه. يعني هو انتوا ناويين في هاي الفتره، انا دا اشوف اكو في هاي الفتره عزم على هذا الموضوع. انا شفت ايوه عمل بس يفتح الحظر اذا يفتح كان راح، فايت انطونا فينتظر الحظر. صحيح صحيح، شوفي يعني انا على الاقل على الاقل هذا الاسبوع، على الاقل هذا الاسبوع نعم. انتظر من عنده، يا ريت يصبر هذا الاسبوع ها. بس. بعد الاسبوع القادم ان شاء الله الامور ميسره جدا. هذا الاسبوع هواي اكو اشكالات مع كل الطوالع والابراج، هذا ياثر جدا على صحته يا حبيبتي حتى نحافظ على مساله سلامه يعني العلاج او شيء. ان شاء الله. تمام حبيبتي سلامي للعائله. ان شاء الله يسلمك. حياك الله. يعني شوفي يا حبيبتي نحن شويه طولنا، تعرفين في اكو اتصالات نعم. مفتوحه، اذا تعاودين الاتصال معانا من عيوني صار تدللين امر. حبيبة قلبي الغالية يا حياتش يا حياتش يا مرحبا يا مرحبا. نعم اذا اتصال هاتفي اخر. الو الو مرحبا ست ميسانك. مرحب يا حبيبتي. انا عبير من دهوك، البارحة خالصت على موت حسين سلطان. عبير من وين؟ من دهوك؟ من دهوك. اي عن شنو خبرتينا؟ عن تشبيه حسين سلطان هذا المفقود خالص. اها المفقود المفقود. قلت باكر اقول لك فامي منتظره على النار. قالت اسال. شوفي على المفقود اكو حاله اسمها اكو حاله للكشف يعني تاخذ اكثر من ثلاث اربع ايام بالضبط. يعني تنجمع ايام الاسبوع مع تقسيم
بسيط. احنا عندنا مثل اشبه بالمختبرات لقياس الارقام وقياس الطول والزمن والوقت حتى نجمعها كلها حتى نستفاد من الحاله اللي ممكن انه يعني نطلع بيها بنتيجه. انت اذا اتصلتي بي ايش وقت اول البارحه؟ ايه لا البارحه. البارحه اتصلتي بي بعد 3 ايام من الان ان شاء الله راح تكون جاهزه. اوكي شوف عن المفقود. اوكي بس تتميز على زحمه علاج سابق عيسى متى تنطيني اياه؟ اوكي المفقود بس خليني اكمل هاي. أوكي. مفقود تمام اللي هو شنو اسمه عزيزتي؟ مره ثانيه حتى حسين المفقود؟ اي المفقود شنو اسمه؟ حسين سلطانه. حسين سلطانه؟ اي سلطان اسم الام هذا مو اسمه. اي للتذكير هاي. تذكير تمام صار من عيوني. اوكي ماشي عبوره حياتي ان شاء الله هاليومين هاي بحيل الله كل شيء يبين معانا. اوكي وصلت بلد زحمه علاج صادق عيسى انا خبطت 17/4 اي عن شنو؟ هو يوميا يسالني. اي عن شنو حكيتينا؟ اي حكينا عن وضعه يمكن هو تقريبا بي قلت لي هو متاثر من روح في ساعه الولاده هو برج الحوت يمكن 15/3 اي ايوه على اساس اني علاج بس قلت لي بعدين وما اخذت انا ما حصلت. طيب هو اولا منو؟ شنو يقول لك؟ ايه هو اخويا. ها يلا كان احنا كنا شنو حالته؟ قلت لي روح متاذي من روح في ساعه الولاده. متاثر بالروح ساعه الولاده؟ ايه متأثر من روحي ساعة الولادة، قلت لي ما اعرف هو روح ملايكي او روح اي عندي الولادة عندي الولادة هذا مضروب. ايه بنروح. شوفي حبي مع الكشف ان شاء الله راح نحكي او نذيع هاي الحالة تدللين وصار. ماشي حبيبتي ان شاء الله يا حبيبة انت تدللين عبورة ان شاء الله بس يطلع الكشف حتى ممكن انه همين نحكي لك عن الموضوع. تمام. نعم تمام بس يمتى ممكن يعني اخرج حتى اخذ؟ يا حبيبتي متى ما تشائين احنا بعد يومين 3 ايام احنا قلنا بعد من الان يكون الكشف جاهز ان شاء الله وراها يعني انت وتعودي الاتصال بينا اذا حصلتينا راح نقول واذا ما حصلتينا اكيد احنا مباشره على الجو راح نحكي هاي الحاله. بس تتمنى شوية واني طولت بس اختي مطرعه راسي تريد تكشفيها ممكن تكشفي لي اياها الله يخليك والله هي صرعتني. يلا جيبيها سريعا بما انه انت خطيه يعني دخلتي بينا. هي 28/4 الساعه 11 بالليل. 28/4 الساعه 11 بالليل. مولود الثوره الوجه الاول. الزهره ترابي. تمام. شنو اسمها؟ نور. نور. اي ساعه الولاده شنو؟ الساعه 11 بالليل. 11 لينا. تمام يلا نحكي عن تفاصيل نور. اولا شنو راح تسالينا؟ والله هي عاطفيه خليني اسالي هذا اهم شيء يمها. شنو عاطفيا يعني نسال عن العاطفه مثلا عن القسمه هيك. عن القسمه اي عن القسمه عاطفيا يعني حياه العاطفيه لان هي لا طالبه ولا شيء. هي يعني نقول احنا عن القران عن الزواج مثلا؟ اي عن الزواج. تمام يلا خلينا نحكي عن نور تفاصيل نور. تمام يعني احنا دائما نحكي عن 3 وجوه لكل مولود هذا الوجه اذا يناسبها يا ريت تاكدي لي بنعم. تمام حتى شنو تمام. اكمل تمام تفاصيلي وياها. اوكي ماشي شوفي يعني اللي طالع مع نور هسه متوسطة الطول شوية والقامة يعني تحت يعني المتوسط يعني شويه طويله لا طويله طويله ولا متوسطه يعني وضع احنا نسميها متوسطه خلينا عن المتوسطه اللي واضح وياي. اوكي تمام متوسطه. يعني ما شاء الله عليها اللي طالع وياي تروح يعني بياض على حنطيه بياض مخبوص صفراء سنبوليه يسموها. ايه تمام؟ تمام 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 زين. هاي المولوده اول شيء طالع معاها دا تعاني من اوجاع في منطقه الركبه الرجلين اكو تعب عندها؟ لا ماكو تعب برجليها؟ لا خليك بس عندها يعني اكو
عندها تشققات منه، ومن هي كانت عمرها سنتين عندها تشققات بالرجل ولحد هسه ما راحت، حتى اي علاج نعطيه ما يفيد، يعني قلنا يمكن هاي تكون وراثه بس مو وراثه لان يعني ما راحت. يعني هذا الشيء موجود بالرجل. كلامي صحيح هاي المؤشرات ان تكون اوجاع او تكون صح. اشاره بالركبه. ايه بالرجل مو بالركبه، بالرجل بالضبط. المهم احنا نحكي من تحت الركبه للقدم. نسميها الرجل، احنا نسميها الرجل، نعم. تمام. شوفي يعني شوفي المواليد كل ميلاد لما تكون عنده فد اشاره او عنده فد شيء يعني هذا ياشر لي على غير مصطلح حتى انا اقدر ممكن انه اطلع من عنده شغلات تخصه. فهذه هي كانت تكون علامه تدل على شيء معين راح يحدث في المستقبل. زين اكو عندها شامه في منطقه الرقبه هنا؟ منطقه الرقبه؟ اي او على الصدر؟ والله ما ادري، خليها اسالها. شوفي اذا على رقبتها او صدرها سريعا. على الصدر او الرقبه؟ تمام. مانيكا بلاد بلاد نيشانك السنجيتا او السنجيتا هاي الفتلة سنجيتا نيشانك ايه عندها علامة الصدر صحيح؟ بس هي علامة يعني حرق حروق يعني. تمام احنا نعتبرها علامة. تمام ايه هي علامة صح. هي ايش قد عمرها هسه؟ هي هسه 20 كلش تمام. باعي هاي المولودة لو كانت متزوجة من سن 16 او 17 سنة كان انفصلت مرتين. لانه طالع المريخ، طالع المريخ اللي كان يوعد باغلب التفاصيل ويتحدث عنهم انه هاي المواليد من السرطان والثور اذا يتزوجون من وقت باكر تكون عندهم انفصالات يعني في حياتهم مرتين، لكن عدت هذه الانفصالات الله سبحانه وتعالى اشر لها بعلامه قد تكون مساله الاشاره في الصدر او منطقه الركبه او الرجل، وهذا هو الموضوع اللي دفع عنها كثير من الضرر مثل القربان اللي احنا نحكي نقول فلان سوينا له قربان والله راح من عنده الشر، هذا هو القربان اللي كان على صدرها او كان في قدمها دفع من عندها ما كان قد يخرب حياتها، لكن الفلك يوعدها ان شاء الله بشخص متوسط الطول فوق المتوسط حنطي بشره صاحب جبين شوية عريض كلش يحبها ويريد خاطرها. هذا الموضوع موجود وياها؟ اوكي تمام. موجود هذا الشخص موجود الان؟ والله ما اعرف يمكن موجود. لا انا ما اعرف شيء عنها بقى. هذا الشخص موجود ما شاء الله عليك. هي كتومة ما تحكي اي شيء. اسمعيني اسمعيني تقولي لها ما شاء الله عليك الله يسعدك يا ربي، هذا هو سعدك، سعد السعود معك، تعيشين ان شاء الله سعيده ويكون عندك من الاولاد 4 وربما يكون واحد يتوفى بسبب اسقاط او ربما يكون عمر السنه او اقل من السنه، تنتبه لهذا الموضوع. سعيده الحال والنصيب وان شاء الله خلال هذه السنه او السنه القادمه أخبار طيبة لأنها في منطقة بياض وهذا البياض هو يدل على السعادة أو الفرح أو اقتران أو منطقة أو انتقال حال إلى حال، ولكن هي في دائرة الفرح والسرور والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. سلمينا عليها وقولها بالعافية. شكرا لك. شكرا ريحتيني الله يحييك حبيبة قلب الغالية. انت صراحة أنا من المعشقين يعني أعشقت ما له حدود. تعشقيني أني تعشقيني؟ إي والله أعشقك. ليش قولي لي ليش؟ والله ما أعرف هي محبة من الله. فدوى لقلبك، أنا اللي أعشقكم وأموت عليكم، وهاي هي سعادتي، سعادتي الحقيقية إنه أني يعني أكون إنسانة محبوبة وأوصل كل البيوت بدون استئذان، هذه هي الحق يعني السعادة الحقيقية والفرحة اللي وياكم. نسمع أخباركم الطيبة يا حبيبتي وإن شاء الله صحة والسلامة والسرور لكم يا ربي. نعم. شكرا يا عيني. يا حبيبتي يا قلبي أنتِ، نعم. إذا في اتصال هاتفي آخر، ألو؟ ألو؟ ألو مرحبا. السلام عليكم. السلام والإكرام. أنا مواليدي 18/7. زين غير أعرفاني منو أنتي بالأول. أنا لا تطلعين تحبيني مثل هسه نور وأختها لو هيك قبال. زين من حصلت صار أسبوع أتصل عليك ما حصلت. جد والله؟ إيش قد صار لك؟ والله. كم يوم؟ صار أسبوع. لا كل زين أسبوع، العاد غير إيش يقول شهرين وثلاثة. شلونك عيني؟ حبيبتي الغالية في دول قلبك من وياي؟ شهد. شهودة شلونك؟ زين الحمد لله بخير. يخليك يا ربي، أي شهد؟ مواليد 18/7 96 18/7 ولادة 5 الصبح 18/7 السرطان؟ إيه تمام. السرطان راح يكون طالعك القمر طبعك هو مائي. تمام. أي شهودة؟ 7 صبح؟ لا 5 5 ما شاء الله 5 فجراً يعني الفجر؟ أريد ايه شهد الفجر ولادتك؟ ايه تمام ما شاء الله، يعني هذا كلش يعني فد شيء كلش راقي
ورائع انه انتم او اي مولود يكون ولادة الفجر مع ظهور الشمس، هذا يكون جدا مسعود الحال ويكون مرزوق ويكون عنده من المال يعني شيء الكثير على مدار يعني الحياه القادمه. نعم شهوده. اريد اعرف عن وضعه الصحي والعاطفي. يعني شو يصير وياي بالمستقبل؟ انت متزوجه تريدين تعرفين؟ لا لا. ايش قد العمر شهد؟ لا طيب. 25؟ مالي 96. 96 بعدش بابونيه يا معوده. تمام. شهوده تسمعيني راح نحكي عن تفاصيلك؟ ايه نحكي عن التفاصيل. شهد اللي طالع معايا متوسطة انت الطول والقامة شوية ناعمة رفيعة احسك، عودك حلو تمام؟ ايه تمام. صاحبة عيون شوية وسيعة؟ ايه تمام؟ تمام زين. شوفي تدري اللي طالع لك شنو؟ ما ادري ستي اكو اخوات بالموضوع، طالعين اخوات بالبيت. اكو شوية تغيرة بيناتكم انتوا الاخوات؟ يعني لو اكو غيرة بيناتكم. ماكو. ها شو؟ لا ماكو. يجوز هاي احنا نسميها شلون نقول غيرة بنات الاخوات بيناتكم، بس في الطالع اللي افضل انه انت اكثر البنات تقرب على العائلة وعلى الاهل وعندك حضور اكثر من عندهم في البيت. ايه صحيح؟ ايه. اي انت يقولوا لك ام العريف، انت كل شيء تعرفين بالبيت، انت سنتر المكان وانت اللي تحاولين دائما انتم تمشيهم تقريبا في يعني العائلة. ايه صحيح. تمام؟ تمام. زين. شوفي على العاطفة يعني هذه السنة الفلك يوعدك باثنين خطاب. خطوبتين. تمام؟ تمام. زين. و يعني القران الأول ربما ما راح ينجح. اكو قيل وقال الآن، هذا الشخص موجود الآن في الطالع؟ لا. ما موجود. القران الاول قريب طبعا، هو القران الاول شوي يصير بمشاكل ودي وجيب وكذا وربما ما ينجح معك، لكن القران الثاني راح يكون كلش سعيد عندك هذه السنه. اكو فرحه عندك واكو حظوظ رغم انه بعض المواليد شويه كانت شاكسها الفلك والابراج، لكن الحاله معك جيده وامورك باحسن حال. شكرا حبيبه قلبي الغاليه يا مرحبا. اريد اعرف عن مواليد اخوي. نعم. اوكي. يعني تدرين شلون حبي شهوده مفتوحه معايا خطوط اخرى وما يخالف تعودين الاتصال بي مره ثانيه، اني موجوده معك. تمام؟ نعم، اوكي شكرا لك. في اتصال هاتفي اخر، الو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شلون استاذ؟ يا مرحبا يخليك الله. ليث مواليد 28/4. ليث؟ مواليد 28/4. 28/4. ايه طبعا راح تكون الوجه الاول، الوجه الثاني من المولود الثور. نعم. طالعك هو الزهره وطبعك ترابي. نعم. طيب. ماشي ليوثي، عن شو تسالني؟ قبل فتره اتصلت بيك قلت لي عندك انطيك الحجر وتقويه الطالع والمعدن. طيب. همين. اها. المعدن.
زاغروس تي في، المصداقية، الحوار، التعايش، الآن بالعربية. صوتك مو واضح ليث ليث ليث. الو ليث، غير لي مكانك حتى تستفاد من وجودك وياي ارجوك. الو نعم. اي ليوسي، تقدمت لبنية ثانية هي ليث يعني ممكن هي مو قريبة. ليث ليث ممكن تعاود الاتصال بي مرة ثانية لأنه صوتك مو واضح. غير مكاني رجاء. زاغروس تي في، المصداقية، الحوار، التعايش، الآن بالعربية.
العقرب راح تعيش يوم مريح جدا، النفسية جدا عالية، وربما كنت أو مريت بوعكة نفسية حادة، كنت جدا خايف بالأسبوع القادم، لكن الفلك يوعدك بأموال كبيرة وفترات كلش عالية. منكم من يحاول أنه يتزوج اللي يريده، أي المنال والمراد، ومنكم من يسعى إلى الهدف الحقيقي. وخير الأبراج هذه السنة يعني الفلك دعمها كانت الأسد والعقرب. والصحة أيها العقرب، لا تتضرر من المحاولة بين الحين والآخر أنه تروح برحلة، خلي تكون مثلا على سبيل المثال قصيرة، لكن تروح عن وضعك النفسي اللي بديت تفكر بطريقة كبيرة، لا تفتح أكثر من عمل. القوس، تستعيد الحرية في التصرف والقدرة على المناورة، وراح تحل بعض القضايا المالية، وربما تخوض في مناورات مع بعض الشركاء في العمل أو حتى في البيت. العاطفة، راح تتجرأ زاغروس تي في، المصداقية، الحوار، التعايش، الآن بالعربي.